السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من سوق الجمال. النهاردة هنتكلم عن حاجة بتهم أغلب السيدات والفتيات وربما الرجال أيضا، هو مجال العدسات اللاصقة والتجميلية. يمكن لأنها زي ما احنا عارفين أنها بتضفي جمال على الجمال اللي ربنا كلنا خلقنا بيه، لأن ما ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش حد وحش، لكن احنا عايزين نضفي لمسة جمال على غرار اسم القناة اللي احنا يعني من الصحة والجمال. فبنتكلم النهاردة عن العدسات اللاصقة والتجميلية، وحسينا ان هو يعني افضل حد يكلمنا في هذا المجال هما الخبراء في مجال العيون والعدسات اللاصقة. ومعانا النهاردة دكتور اشرف عثمان، اخصائي طب وجراحة العيون والليزك والعدسات اللاصقة وعضو الجمعية الرمادية المصرية. برحب بحضرتك يا دكتور. ازي حضرتك دكتور؟ زي ما احنا قلنا ان المجال ده بيشغل بال ناس كتير، ويعني دلوقتي الاتجاه العام ان احنا بنقلع النظارة وبنجري عمليات الليسك او ارتداء العدسات اللاصقة، لكن النهاردة هنختص بالذكر اكتر بالشرح والتفصيل مجال العدسات اللاصقة. وقبل ما نخش في الموضوع لان معايا اسئلة كتير لحضرتك، ندي نبذة سريعة عن العدسات اللاصقة، تعرفها ايه هي العدسات اللاصقة واستخداماتها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكر حضرتك على هذه المقدمه، وشرفني ان انا يعني ضيف عزيز عليكم على في هذا البرنامج. يسعدني يا فندم. الله يخليك يا فندم. حضرتك العدسات بشكل عام هي تنقسم الى نوعين، نوع منها بيستخدم في العلاج ونوع منها بيستخدم في التجميل. يعني هما نوعين، يا اما علاجي او تجميلي او تجميلي، ويبقى فيه نوع تاني بيبقى كومبايند، بيبقى العدسه نفسها بيبقى فيها نوع يعني تبقى للنظر مثلا، وبتبقى برضو حاجات تجميليه في نفس الوقت، دي بتبقى جامعه بين الاثنين مع بعض. تمام. نتكلم على الشق العلاجي اللي هو في العدسات. شق العدسات دي بتبقى مصنعه من ماده مرنه، وفي منها انواع برضو بتبقى صلبه، ودي بنعالج بيها العدسات المرنه او اللي هي السوفت دي، بتبقى بنعالج بيها حالات قصر النظر الشديد او مثلا سواء كان استجماتيزم او قصر النظر الشديد او مثلا اللي هو طول النظر او استجماتيزم. كل حاجه ليها مقاسات معينه ودرجات مختلفه، ماشي. وحضرتك بتبقى فيه العدسات اللي هي العدسات الثانيه اللي بتعالج مثلا حاجه زي القرنيه المخروطيه، دي بتبقى عدسات صلبه شويه، وبتبقى برضو بنوع معين بتعالج حاجات اسمه الريجولار استجماتيزم او اللي هو الانحراف. تمام. الغير منتظم. دي بتبقى الشق اللي هو العلاجي. ماشي. في بعض منها الشق العلاجي برضو بيعالج حالات اللي هي القرح والحاجات اللي هي احنا قرح في القرنيه، اللي احنا ما بنقدرش حضرتك نتعامل معاها باي حاجه غير ان احنا بنحط مثلا عدسه عشان تساعد على التئام القرحه دي، او ما تحصلش اي بيرفوريشن او اختراق لقرنيه. دي اللي هي العلاجيه اللي حضرتك بتقول عليها. دي العلاجيه، ماشي. بتصلح الاستجماتيزم، بتصلح القرنيه مخروطيه، بتصلح اللي هو قصر النظر او طول النظر بمقاسات معينه. الشق الثاني اللي هو العدسات التجميليه، التجميليه اللي الهدف منها انه انا بغير لون او الكلر بتاع اللي هو القزحيه الانسان بالظبط اللي هي الطبيعيه. مننا ناس ربنا خلقها القرنيه بتاع القزحيه بتاعتها لونها بني، لونها ازرق اخضر، ماشي. فاحنا بندي مثلا الشخص بيحب يختار مثلا يعمل تغيير في لون كذا، فاحنا بنحط له عدسات لاصقه. العدسات دي بتبقى ايه؟ بتلصق على القرنيه، بتدي اللون اللي هو بتبعد الباك جراوند بتاع اللي هو القزحيه بالظبط كده، فبتخليه بيدي لون، ياخد لون مختلف تماما. طيب، مفهوم ان هو خلاص اللي هو الاستخدام العلاجي هو تحت اشراف الطبيب بالتاكيد، وهو اقدر واحد بيختار النوع اللي زي ما حضرتك اشرت، يا اما نوع مرن او نوع صلب. طيب، هل التجميلي كمان ممكن الطبيب هو برضو الاقدر على اختيار النوع، ولا انا ممكن زي ما بنشوف في الاسواق في انواع كتيره؟ التجميلي منه انواع كتيره جدا. قد يكون انه شخص انه بيختار اللون معين، بيختار عدسه معينه، بيختار ماركه معينه في العدسه نفسها، هو بيستريح لها. لكن في انواع تانية لا يحق للمريض انه يتدخل فيها، زي العدسات اللي احنا بنعالج بيها القرح، والعدسات اللي احنا بنعالج بيها القرحه في القرنيه دي بتبقى عدسه ملونه كشكل تجميلي فقط لا غير. دي بتبقى بتتحط على القرنيه نفسها، بتعطي شكل وليس كمثلا مثلا بنعالج احنا سحابه دلوقتي، ما بتديش مثلا كرؤيه، لا ده بتدي مثلا لون بس فقط لا غير، ساتر ساتر بس، عشان بس تدي تتوازن مع العين الاخرى عشان يعطوا هما الاثنين نفس
نفس اللون، نفس المنظر، نفس المنظر ونفس الشكل. دي بتبقى في عدسات تانية دي بنعالج بيها برضو، بتبقى الناس اللي هما بيطلعوا في الشمس بتبقى لون، بتبقى ندي لون عدسات سواء كانت بلاك او سواء كانت جري او سواء كانت براون مثلا، سواء دي اسود او بني او بني او كده، فبندي الحاجات دي كأنه لابس نظارة شمسية بتحجب الرؤية اللي هي الاشعة فوق البنفسجية والرؤية والضوء عن الشبكية، فما بتعملش معاه الحاجة دي. في بعض الحاجات اللي هي التجميلية برضو الطبيب برضو بيختارها ان هو بيحط كأنه زي عدسة صناعية، دي الصناعية دي بتداري عيوب المنطقة دي كلها، برضو ده نوع من العدسات التجميلية. في نوع ظهر جديد وده اسمه يعني ده اخر حاجه ظهرت في سوق العدسات اللي هي التجميليه، بتبقى عدسه ملونه، اي نعم عدسه ملونه كلر، بس بيبقى في على البريفري بتاعتها بتبقى في حلقه ملونه على الحواف، على الحواف حلقه ملونه، الحلقه دي نفسها بتدي جمال للعين وبتدي اتساع. دي يعني بتبقى حاجه زي سلندر زي كروس كده ماشي. فطبعا دي بتبقى برضو بس لسه حاليا انتشارها قليل جدا دلوقتي حاليا. في برضو بدل ما يلجا الطبيب ان هو مثلا يدخل العيان في ترقيع قرنيه والحاجات دي، فبياخد حاجه اسمها كوزميتيك او تجميلي، بيحط اللي هي العدسه دي اللاصقه، فبيستفيد منها العيان. ده ما شاء الله حضرتك اتكلمت عن مجالات كتيره قوي يعني ربما كانت غائبه عن ناس كتيره. بجد العدسات اللاصقه دي يعني هي حاجات كتيره جدا، هو مش معنى ان انا اجيب عدسه لاصقه من اي مكان كده والبسها وخلاص كده. طب يمكن واحنا بنتجول في الاسواق وبنشوف العدسات اللاصقه يعني في تباين شديد في الاسعار العدسات، نعم يعني نلاقي اسعار باهظة التكلفة، نعم، ولا أسعار زهيدة جدا، نعم، يعني أي حد يقدر يشتريها. إيه الفرق بقى بين الغالي والرخيص وازاي ان احنا ننتقي العدسة اللي هي المناسبة لينا دون ان احنا نتعرض لأعراض جانبية؟ وحسأل حضرتك على الأعراض الجانبية دي بس قدام شوية. هو حضرتك احنا اولا في شوية تحذيرات وحاجات كده لازم ناخدها في احتياطاتنا ان احنا لما نيجي نختار العدسة نفسها. اولا لازم العدسة يكون انا جايبها وعارف مصدرها موثوق منها فين. ما ينفعش ان انا اروح اجيب عدسة من بوتيك او عدسة من كوفير او عدسة من اي حد ان انا اضطر ان انا البسها ماشي. هي بتبقى في فيديو معانا دلوقتي، نعم يا فندم، ده ارتداء ده طريقه ارتداء العدسات اللاصقه واللي بيوضح لنا ان احنا مثلا ايه ان ازاي اركب العدسه وازاي الطرق اللي هي ان انا ايه اعرف ازاي العدسه بتتركب، ده طريقه تركيب العدسات. انا برفع الجفن، برفع الجفن اللي فوق زي ما احنا شايفين وبنزل الجفن تحت بصابع ماشي وبدخل العدسه، بس لازم تكون العدسه دي طالعه من محلول بتاعها ونظيفه ومتحقمه بالظبط وما تكونش فيها اي مشاكل. حضرتك لازم يكون ان انا لما اختار العدسه ان انا ما اروحش اجيبها من اي مكان، اجيبها من اي دكتور او اي مثلا شركه موثوق فيها وعارف نوعها ايه بالظبط ماشي، وبختار النوع والجوده بتاعتها بالظبط، ما اجيبش من انواع اللي هي يعني لابد من استشاره الطبيب الاول، من استشاره الطبيب لانه حتى لو كان بالغرض التجميلي، حتى لو كان غرض تجميلي او كغرض رؤيه، غرض رؤيه لانه الطبيب هو المسؤول عن لا غرض الرؤيه مفهوم، هو مفهوم الطبيب بيكشف وبيتابع، وكذلك العدسات التجميليه الالوان برضو ده مسؤول عنها الطبيب لان هو عارف مصدرها وعارف جاي ازاي. في بعض المحلات او البوتيكات بتبيع العدسات دي، عدسات رخيصه جدا جدا بالزبط. بتبقى ديلي يوز يعني بيستخدمها في يوم واحد زي الناس فرح ولا حاجه كده بتستخدمها وبعد كده بتحصل بعدها مشاكل والتهابات وبتدخلنا في مشاكل احنا بالعافيه بنتغلب عليها. طب على فكرة التعليمات في ارتداء العدسات حضرتك قلت ان هي الاول لازم تكون محطوطة متعقمة في السائل، هو في هو العدسة نفسها بيجي معاها محلول، المحلول بالزبط. نفسه بيبقى فيه حاجة زي البوتيلز كده ازستين كده هو واحدة لايت واحدة ليفت دي بنحط بتبقى محطوطة فيها العدسات نفسها ومتعقمة والمحلول محطوط في العدسات دي ماشي ومحفوظة ومقفولة كويسة جدا ومحكمة الغلق وبعد كده ما تتفتحش غير لحظة ارتداء العدسة نفسها. قبلها لازم ان احنا نعمل الهيجين نفسنا ان انا اغسل ايدي كويس جدا. انا كنت هسال حضرتك ايه التعليمات الاخرى يعني. بالظبط اغسل ايدي كويس جدا وملمسش اي حاجه بعدها وفي فيديو برضه هيورينا طرق اللي هي ازاي انا اركب العدسه برضه بالطرق اللي هي الصحيه بالطرق الامنه تمام. اللي ما تخلينيش ان انا اضطر. طب لو جاهز الفيديو معانا بالظبط كده اهو اول حاجه بنغسل ايدينا زي ما حضرتك اشرت ده غسيل الايدي وبعدين
وبعدين احنا تقليم الاظافر. الاظافر والحاجات دي بنضطر ان احنا ايه ما نخليش اظافرنا طويله، بالظبط، على اساس ان احنا لو حصل كده ممكن العدسه نفسها ممكن تتجرح من الظفر نفسه yeah. وتعمل تحصل فيها خدوش فبتاذي القرنيه. بنحطها في المحلول برضو بالوضع اللي احنا شايفينه ده حضرتك. ايوه. بعد كده احنا لما نيجي نشيلها برضو بنمسكها على صابع، بناخدها برفق بجنتلي كده، ان احنا ما ناخدهاش كده يعني بالعافيه كده اهو، ماشي، وبنحطها على باطن الصابع. وبعد كده بنلبسها كده زي ما احنا شايفين في الصوره. ايوه. بننزل الجفن الاسفل لتحت بنشده، وبعد كده ايه بنلزق العدسه على قرنيه، وهي لوحدها اصلا تلقائيه لوحدها، مجرد ما انا ما اعمل بلينكينج او مجرد ان انا ارمش كده بالظبط اهي رمشت بالظبط كده اهو، خلاص بتثبت، خلاص ثبتت. ماشي، ده كان مكانها صحيح. مقاسه، يبقى دي الخطوات اللي هي اول النظافه التامه، النظافة بعد التامة. كده العدسه اللي لازم العدسة تكون محطوطه في السائل في بتاعها. السائل بتاعها لفتره قد ايه تقريبا يا فندم؟ والله وحضرتك السائل ده المفروض يتغير على الاقل مش يعني ما يزيدش عن 3 ايام، اللي هي الماده اللي هي محفوظه فيها. 3 ايام. 3 ايام. يعني مش مع كل لبسه. مش مع كل لبسه، بس يفضل برضو لو انا برضو يعني افضل احتياطيا ان انا اخليه مع كل لبسه عشان انا ايه تمام. اخد الامان. يعني لو سمحت الظروف نخليه مع كل لبسه. بالظبط. ما فيش يبقى بحد اقصى 3 ايام. بالظبط. كمان في حاجه برضو ان انا مجرد انا مش العدسات سواء كانت تجميليه او كانت طبيه، ان انا ما اروحش انام بيها او اقعد ابيتها في عينيا من بالليل، لا ما ينفعش. ما ينفعش. لازم العدسات دي نفسها قبل ما انام لازم اتذكر ان انا لازم اشيلها، لانه بالليل في ميكروبات بتبقى موجوده بتتعلق بالعدسات وبتيجي على السطح الخلفي للعدسه. الفراش اللي احنا بننام فيه. نعم. فبتتعلق بالعدسه دي نفسها وبتحصل التهابات وقرح في القرنيه وعدوى وحساسيه والتهابات. فاحنا بنتجنب الحته دي برضو. وبرضو لما نيجي برضو نشيل العدسه ان احنا ما نمسكهاش كده بعنف كده، لا بنمسكها جنتلي كده خالص. بالظبط. بالظبط كده عشان ما نخدش فيها اي خدش، لان الخدش ده ممكن ايه يدخلنا في مشكله تانية بتحصل زي حبوب رمليه فيها، بيحس بجفاف بيحس بكده. طيب حضرتك اتكلمت النهارده عن اتكلمنا عن طريقه اللبس الصحيحه للعدسه. نعم. وطرق الحفاظ عليها. نعم. تمام. طيب هل في محاذير اخرى اثناء ارتداء العدسات بقى؟ اولا المكان ما يبقاش المكان اللي هو انا لابس فيه العدسه ما يبقاش مكان مثلا فيه اتربه، فيه عوادم سيارات، فيه دخان. ما اقعدش ان انا مثلا كل شويه لو عيني مثلا حصل فيها شويه حرقان ولا حاجه اقعد ادعك في عيني، لان ممكن العدسه دي تحصل لها لص او تحصل لها ان هي تضيع في العين نفسها، تروح جوه تلزق جوه ورا الحاجب. yeah. بتفقد ساعات العيان ما بيلاقيهاش. او مثلا بيشدها بحاجه بيروح يقطعها ومش عارف ايه وكده. فاحنا بنضطر ان احنا هو لازم في اللحظه دي يستشير الطبيب فورا، انه يروح للطبيب مش هو يقعد يشد فيها ويطلعها من عينه. لان هي دي ممكن تعمله مشاكل كبيره جدا. يعني لو تعذر عليه ان هو يشيلها لابد من التوجه الطبيب مباشرة. طبيب مباشرة. مباشرة. هو ما لقاهاش، حتى لو هي وقعت وهو ما شافهاش برضو ممكن يكون هي متعلقة في حتة او ركنة في حتة. ما ينفعش ان هو يشيلها بايده. برضو العدسات لو حصل فيها اي تشوهات ولا اي خدوش ولاحظها كده هو او اي حاجات تبرز كده حوالين المحلول نفسه، لا لازم تتغير العدسات. دي منها انواع، في منها بيتلبس يوميا، في منها بيتلبس اسبوعيا. يعني بياخد اسبوع فتره صلاحيته تنتهي نهائيا. صلاحيته اسبوع. وفي 4 اسابيع اللي هو شهر. وفي بيبقى اللي هو 3 شهور، وفي بيبقى سنه كامله. يعني في صلاح لمده يوم اللي هي لبسه واحده زي ما حضرتك اشرت، بالظبط، في مناسبه او كده، دي بتتلبس مره واحده وخلاص ومعلش ما يلبسهاش تاني خالص. لان في 3 ايام حضرتك قلت، وفي اسبوع وفي 4 اسابيع اللي هم شهر، وفي اللي هي سنه كامله. 3 شهور وسنه كامله. 3 شهور وسنه كامله. ما ينفعش ان انا استخدم عدسه اكتر من مداها الطبيعي، يعني مثلا بتاعه اسبوع دي ما ينفعش استخدمها لمده 3 شهور. حتى لو خلال الفتره دي فضلت محافظ على التعليمات اللي حضرتك قلت عليها. حتى لو لان هي مصنعه للفتره دي بس. فتره بتليها زي حاجه اسمها مده صلاحيه. مده صلاحيه. ولازم في كل حاله وفي كل اي حاجه استشير الطبيب، لان الطبيب هو اللي عارف العدسه دي ايه نظامها وايه شكلها وايه جودتها وايه ماركتها وايه نوعها. شيء في برضو بعض الناس بيبقوا مثلا قاعدين في مكان مثلا مزدحم ولا مؤاخذه اللي هو المواصلات والعرق وكده، يعني فبتنزل نقط العرق كده، برضو يحاول ان هو ينشف حوالين عينه كويس جدا، لان العدسه دي بتبقى حساسه، لانه يعني اي حاجه متعلقه بالعدسه بينعكس المردود بتاعها على العين وعلى قرنيه العين، لان ممكن تؤدي في الاخر الى التهابات وحساسيه وسحابه. طب في سؤال يمكن هي كان بيشغلني على ذكر برضو لون العيون. نعم. هل في عمليات ممكن نقدر ان احنا نتحكم في لون العين؟ هو حضرتك في طفره في الليزر، في الليزك اخيرا او في الليزر
ان انا القزحيه اللي ربنا خلقها دي بيبقى ليها لون، ليها لون معين اللي هي مديه اللون البراون او لون الجري اللي هو ورا اللي ورا القرنيه بالظبط. بالظبط دي ثبت حديثا، وحاليا هي الدراسات دي بره برضو معموله دلوقتي، وهي يمكن لسه ما دخلتش مصر حاليا، بس دلوقتي في ابحاث يعني. بس حاليا في بره بتتعمل حاليا ان هو بيجيب اشعه الليزر وبيسلطها على القزحيه. بالظبط بيسلط على القزحيه، بيبتدي ان هو بيغير الصبغيات اللي موجوده في القزحيه. بيختار اللي هو اللون اللي هو عايز ينزله على القزحيه بالوان معينه. بيدي مثلا لون الجري، بيلونها، بس بتبقى دي الوان داخليه وبتبقى مستديمه. طيب. مش هي بتتشال او دي نموذج معرفش العمليه حضرتك تكلمنا عليها. دي حضرتك دي عمليه كاتراكت او دي عمليه الميه بيضه دي. دي عمليه ميه بيضه دي حاجه بالفيكو، ودي حاجه بنزرع فيها العدسه. دي بنزرع ده اللي هو الاستخدام العلاجي اللي حضرتك قلت عليه. الاستخدامات العلاجي ان انا بقى بصلح قصر نظر او بصلح طول النظر. ان انا ممكن ازرع عدسه داخليه. دي بتبقى دي شان الجراحه، دي شان الجراحه. بس طيب، وعلى ذكر كده يمكن انا جه في بالي ان ساعات بنشوف بعض الاشخاص مولودين بعين لون وعين لون اخرى. اولا سريعا كده، ايه السبب ده؟ تمام. تاني حاجه العلاج في القصه دي. هو اولا المرض ده بيبقى حاجه كونجينيتال او حاجه مولود بيها. طب يعني مولود بيها بيبقى حاجه اسمها هيتيروكروميا. اللون القزحيه نفسه مختلف عن لون القزحيه في اللي عندي. عندي غير دي خالص. بالظبط. ودي من الحالات النادره جدا. فهو ممكن بيعيش طبيعي وبيتاقلم كويس جدا، مفيش اي اضرار على الرؤيه ولا اضرار على اي حاجه خالص. احنا بس بنديله كشكل تجميلي. واحد عنده عين سوداء والتانيه مثلا بنيه او زرقاء ساعات، والله او زرقاء او كده. فاحنا بنديله مثلا اللون الكالر المناسب لاي حاجه منهم، سواء يعني نعدل له اللون. يعني بيفاضل بين اللونين. بيفاضل بين اللونين. هو عايز اني واحده بالظبط كده؟ اختار الزرقاء. بس اختار الزرقاء. فطبعا هو بيبقى ايه، هو كرؤيه مفيش اي مشاكل منه، لكن كلون هو تجميليا شكلا كده احنا بنضطر احنا بنلبسه عدسه، نغير دي او نغير دي بحيث ان هو يتلائم مع الجو اللي حواليه. طبعا اعزائي المشاهدين، احنا بيسرنا يعني او بيسعدنا ان احنا نتلقى اي اتصالات، اي شكاوى، استفسارات من حضراتكم. دكتور اشرف طبعا على يعني بيسعدنا ايضا ان احنا نجاوب على الاسئله بعد اذنك. لو في اي اسئله اتفضل افتح. تمام. يعني تتصلوا بينا وما تترددوش، ودكتور اشرف بالتاكيد يعني ان شاء الله يديكم الاجابه الشافيه يعني. اتفضل يا فندم. طيب. قلنا طريقة اللبس الصحيحة، قلنا طريقة الوقاية، قلنا المحاذير أثناء اللبس. إيه المضاعفات اللي هو لو ما التزمناش بالمحاذير والتعليمات اللي حضرتك قلت عليها تحصل لنا؟ المضاعفات اللي هي بتشمل حاجات كتيرة جدا. بداية من ان انا عيني حساسة. برضو احنا بنفكر تاني، معلش حضرتك قلت ان اثناء ارتداء العدسة ما نتعرضش لاجواء فيها تراب. فيها تراب او فيها تلوث او دخان او عوادم سيارات او اي حاجة من الحاجات دي، لانها بتأثر على العدسة نفسها. ده على كده بقى ستات البيوت اللي بتلبس العدسات. نعم. يعني موجودة في المطبخ او كده يعني تخلي بالها. يا ريت تقلعها خالص، تقلعها قبل ما تدخل المطبخ. لو هي مثلا كنظر تلبس نظارتها وتقعد في المطبخ وتشتغل شغلها في المطبخ عادي جدا بنضاره لحد ما تخلص تلبسها. لان هي الحاجات دي بتاثر على العرسه وجوده العرسه نفسها، وربما ان هي تؤدي الى مضاعفات. احنا المضاعفات كتيره جدا. منها اولا بتبقى بعض الناس بتبقى عندهم حساسيه للعين للعدسه نفسها. مجرد انا ما بلبسها، مجرد انا البسها بتحصل منها حساسيه. انا مش عامل جسمي غريب داخل عيني. الجسم العين مش متقبلاه. فيا ريت احنا في الفتره دي احنا بندي قطرات مهدئات او ملطفات او مضادات للحساسيه، بحيث انه القطره دي نفسها بتهدي التفاعل اللي موجود. انا لبس العدسه مثلا فضت في عيني مثلا ساعتين ثلاثة، وبعدها حسيت بحرقان وجع وزغللة ودموع وشكشكة. لا، على الفور ان انا اقلعها، لان بتعمل حاجة اسمها جاينت بابيلاري كونجكتيفايتس. دي ايه يا فندم؟ جاينت بابيلاري كونجكتيفايتس. التهاب الملتحمة. التهاب الملتحمة. خلاص الملتحمة مش مستحملة الحاجة اللي هي الموجودة. فبضطر ان انا اشيل العرس. طيب عفوا، بس معانا استاذة اميرة من الجيزة. ازي حضرتك يا فندم؟ اتفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا فندم. دكتور اشرف مع حضرتك. دكتور على حاجه بخصوص العدسات الطبيه. اتفضلي يا فندم. دلوقتي انا حضرتك لما ببقى لابسه العدسات في ايام بيبقى كده فيها تراب، فبعايز احط مثلا قطره في عينيا وانا لابسه العدسه في الشارع. ففي ناس تقول لي لا ده غلط، في ناس تقول لي تبوظ العدسه.
فمش عارفه اعمل ايه. طيب شكرا يا استاذه اميره. دكتور اشرف هيجاوب على حضرتك. يعني هي بتقول ان ربما ظروف شغلها او يعني السياق العادي لليوم بتاعها بيقتضي انها تبقى بتتعرض لتراب او كلام. طب دي تعمل ايه؟ هو دي حضرتك اي واحد مستخدم عدسه، مستخدم عدسه لازم ان هو يحط قطره قبل العدسه ويحط القطره بعد العدسه، قبل ارتداء العدسات، قبل ارتداء العدسات وبعد ارتداء العدسات، لانه دي بتلطف السطح الخارجي للقرنيه، بتخلي العدسه نفسها بتلزق وبتبقى يعني ايه متناسقه مع السطح بتاع القرنيه، فما بتعملش اي احتكاكات ولا اي حاجه، بتبقى ملطفه او حاجه زي مرطبه. برضو نفس القصه ان انا بعد ما اشيل العدسه نفسها احط القطره دي. واكثر القطرات كثيره جدا في الاسواق، منتشره جدا القطرات اللي هي اللي بتاعت المرطفات دي، ما فيهاش اي مشكله. ما ينفعش ان انا مثلا في الشارع، مثلا في الشارع احط القطره بالزبط. لا ماشي، لا اوصل مكان شغلي ماشي، ممكن اشيل العدسات اريح عيني منهم شويه لمده نص ساعه كده ولا حاجه، واحط القطره وبعد كده ايه البسها تاني من اول وجديد كانه انا بلبسها. برضو اختيار المحلول كمان للعدسات، اختيار المحلول لازم يكون كويس جدا. يعني نرجو كده يا استاذ امير ان احنا نكون جاوبنا على السؤال بتاع حضرتك. الدكتور بيقول ان هو قبل ما تنزلي نحط القطرات المرطبه بالظبط كده، وبعد ما تخلع العدسات بتاعتها تحط القطرات المرطبه. وطبعا في كل الاحوال يجب ان هي تحاول تتجنب الاتربه والحراره المباشره بالظبط كده، لان هي العدسه دي بتبقى حساسه جدا وبتبقى دقيقه جدا فيري فاين، والعين نفسها بتبقى برضو عماله تكيف مع نفسها في مع العدسه. طب حضرتك تنصحها ايه؟ ان هي تلبس العدسه اول ما توصل شغلها، يعني ما تلبسهاش في الطريق مثلا للشغل مثلا؟ هي لو هي طبيه حضرتك، هي بتقول طبيه، فهي لو طبيه محتاجاها ان هي تشوف منها، محتاجاها تشوف منها. لو هي معاها نظاره واضطرت ان هي في الطريق مثلا في الفتره دي تلبس نظارتها، وممكن اول ما توصل شغلها ممكن طيب تلبسها. معانا ام احمد ليها برضو سؤال عند حضرتك. ازيك يا ام احمد؟ اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا فندم. لو سمحت دكتور، انا عيني سقيت فيها سته جامده، فالزوجتي حاسه ان العين بتحود. العين بتحود، يعني مش عم بشوف كويس منها، وصرفت الدكتور واثنين فادوني قبر وبس، يعني ما حدش قال لي حاجه ثانيه. حضرتك وصلك السؤال؟ كنت حاول اوكي ماشي. طب خلاص كده. طب طب يا ام احمد خلاص، الدكتور هيجاوب على حضرتك دلوقتي. شكرا جزيلا. هو حضرتك ام احمد بتسال عن حاجه اسمها الامبليوبيا او كسل العين او الحول نفسه. الحول نفسه، الكسل العين نفسه لما بيبقى العين ضعيف نظرها جدا من هي وصغيره واهملت ما لبسش نظاره او ما تصلحتش خالص، بيحصل حاجه اسمها كسل العين. الكسل ده بيؤدي في النهايه الى انه العين بتحدف شمال او يمين، اللي هي العين الضعيفه، لان هي مش مستجيبه، المخ نفسه مش بيلقط الاشاره اللي هي واصله لها من العين دي. العين ضعيفه مش واصله لها من الاشاره، فبالعين بتكيف نفسها مع المخ، فبيضطر ان هو ايه بيحدف شمال او يمين بحيث ان هو ايه يظبط نفسه عشان يشوف رؤيه واحده المخ. فهي ده اللي عندها، ده فعلا هو حول نتيجه كسل العين، نتيجه ضعف نظر تم الاهمال فيه، ما تعالجش من الاول من البدايه. يبقى هنا ان احنا بالنسبه للاطفال، اي ام تلاحظ اي ضعف او اي قصور في النظر لابد تتوجه للطبيب مباشره. الطبيب بنعمل نظاره، بنتدخل بدري، سواء كانت نظاره او عمليه او تصليح حول من بداياته عشان نمنع الكسل انه يحصل فيما طيب بعد. ده طريق تجنب. طيب في حاله ام احمد، واضح ان هي يعني ست كبيرة، حالة ام احمد ان احنا ممكن هي تلبس نظارة هتساعد معاها شوية، بس مش هتبقى الدرجة بيها بالرؤية اللي احنا عايزين. يعني هنقلل شوية من الاعراض، هنقلل شوية من الاعراض اللي هي الرؤية اللي هي شايفاها، لكن مش هتبقى بالدرجة، لان هي هتبقى فترة كبيرة اهملت في نظارة، كسلت العين، تم الغاء الوظائف الوظيفة بتاعت العين اللي هي ايه التكيف ونقل الاشارة للمخ. وفي الاطفال، برضو بنبدا بدري في الحاجات دي عشان احنا ما يحصلش معانا اي مضاعفات احنا برضو مش نقدرش نتغلب عليها فيما بعد. طيب سريعا كده، يعني نرجو ان احنا نكون كده حاولنا نستوفي الموضوع بكافه جوانبه. اخر سؤال لحضرتك، اخر ما توصل اليه الخبراء في مجال العدسات اللاصقه، يعني ايه المستقبل؟ نظره استشرافيه كده للمستقبل، حضرتك اكيد مطلع على اخر الابحاث، وايه اللي جاري الشغل عليه؟ اللي جاري الشغل عليه دلوقتي حاليا زي ما قلت حضرتك، اللي هي العدسات او التلوين اللي بيحصل في الـ الـ
في قزحيه العين بالليزر. ان اللي هو ان احنا نغير اللون نفسه اللي هو الباك جراوند بتاع القزحيه نفسه ان انا نغيره بالليزر. وده بيبقى لون ثابت، بس ده برضو ثابت منه ان هو برضو في محاذير لي ان هو بيدخلني برضو في مشاكل. هل تمت تجربة العمليات دي؟ هو تجربتها برا ولا ما دخلتش مصر لسه؟ لكن في ناس في امريكا فعلا عملوا العمليات دي برا، في ناس عملتها في ناس عملتها، بس نسب نجاحها قد ايه؟ نسب نجاحها هائلة 100% 100%, 100%. هي فقط ان انا بعمل لون بس، بغير لون بس مش اكتر، بغير لون بس. احنا بنتخوف ان احنا مثلا تحصل مشكلة فيما بعد، احنا برضو الناس دي برضو تحت الابحاث وتحت الدراسة. صحيح، يعني لسه بدري ان احنا نقدر نحكم على لسه نجاح التجربة، لسه بدري. فهي برضو هائلة يعني دي. لو جات كده هتلغي قصة ان انا البس عدسات لصقة اللي هي بتتشال وبتتحط ومضاعفاتها والتهابات والحاجات اللي هي القرح اللي بتعملها والسحابات والحاجات اللي بتعملها اللي بتؤدي في النهاية اللي انا ممكن اعمل ترقيع قرنية او مثلا زرع قرنية اللي بنقول عليه ده. وده بتكاليفه باهظة جدا، ونسبة نجاح الترقيع ده بتبقى برضو يعني مش زي ما احنا متوقعين. دكتور اشرف انا بشكر حضرتك جدا. الله يخليك، شكرا لحضرتك، شكرا على المعلومات اللي حضرتك افدتنا بيها. الله يبارك، شكرا يا فندم، ونرجو ان احنا نكون افدنا الساده المشاهدين بالمعلومات دي. شكرا جزيلا، فرصه سعيده جدا. وشكرا لكم اعزائي المشاهدين. كان معانا النهارده منورنا دكتور اشرف عثمان، اخصائي طب وجراحه العيون والليسك والعدسات اللاصقه وعضو الجمعيه الرماديه المصريه. حاولنا النهارده قدر المستطاع ان احنا نتكلم عن مجال العدسات اللاصقه، التعريف، الاشكال، الانواع، الاستخدامات، المحاذير، طرق اللبس الصحيح وطرق الوقايه والمحاذير اثناء ارتداء العدسات. نرجو ان احنا نكون قد وفقنا في هذه الحلقه. بشكر حضرتك جدا مره ثانيه. شكرا فيك، شكرا دكتور، وبشكركم، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.